باذن الله في ديسمبر النادي الاهلي هيكون بيلعب بطوله كاس العالم للانديه باذن الله ان شاء الله باذن الله. معانا دلوقتي على الهاتف استاذ عماد النمر الصحفي. مساء الخير على حضرتك. الخير يا استاذ، اهلا وسهلا، منورنا. الله ينور عليك، انت اللي منوره، انت والاستاذ علاء. الله يخليك، اشكركم. في البدايه كده عايزه اعرف راي حضرتك في اقامه حدث مهم جدا زي السوبر الاماراتي على ارض مصر. زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو حدث مهم جدا بيقام على ارض مصر، وهو السوبر ده مش مجرد مباراه. المباراه 90 دقيقه في الملعب، لكن ما قبل المباراه وما بعد المباراه ده الاهم بالنسبه للحدث الكبير ده. اولا في زخم كبير جدا للمباراه دي، قبلها في زيارات لمستشفى 57 3 7. صحيح صحيح، في زيارات دور انساني مهم جدا نفسه في المعالم الاثريه والسياحيه في مصر، في فعاليات اجتماعيه قبل المباراه، وده هدف جميل جدا لاقامه الحدث. مش مجرد مباراه، لكن هناك فعاليات، الفعاليات دي بتزيد من نجاح المباراه نفسها، تخلي الشغف الجماهيري للمباراه يزيد. لما تكون انت عامله فعاليات حول المباراه نفسها وحول ال 90 دقيقه، انت كده بتستقطبي اكبر عدد من الناس، من الجماهير، علشان تشوف الحدث اللي انتوا عمالين تروجوا ليه ده، واللي عمالين تتكلموا عنه ده، فهيبقى هناك شغف وهناك فضول كبير ان هم يشوفوه. اضافه الى ان سمعه العين في مصر الان اصبحت عاليه جدا، وحب وتشجيع العين اصبح في مصر الان عالي جدا بعد انضمام نجمنا الجميل حسين الشحات لصفوف نادي العين. كذلك نادي الوحده مش غريب على مصر، لانه لعب قبل موسمين مع نادي شباب الاهلي في مباراه السوبر الاولى اللي اتلعبت قبل موسمين، وبالتالي الفريقين لهم اهتمام في مصر، ولهم مش هقول شعبيه كبيره، لكن لهم اهتمام من جماهير الكره المصريه. صحيح. واكيد اليوم هنشوف الاهتمام ده في الملعب من الحضور الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عماد، بتشجع مين النهارده؟ انا بشجع مصر. شوف يا استاذه، اولا انا بشجع الحدث انه مقام في مصر. طبعا كلنا، اكيد كلنا. ده شيء مهم، ده شيء مهم جدا جدا بالنسبه لنا احنا كصحفيين واعلاميين مقيمين خارج مصر. احنا بنشوف الصوره بزاويه يمكن مختلفه شويه، لان بنشوفها ان دي مصر العظيمه اللي هي الحضن والقلب الكبير لكل العرب. فكل حدث بيحصل سواء رياضي او سياسي او اجتماعي او في مصر، احنا بنبقى متعاطفين جدا ان هو ينجح اقصى نجاح. ليه؟ لان ده نجاح ان شاء الله باذن الله. والخطوه اللي هم عملوها بتاعه السوبر السنه دي اعتقد افضل كتير من السوبر اللي اقيم قبل موسمين. في فعاليات افضل، في تنظيم افضل، في اعلام وفي اهتمام اعلامي كبير افضل كتير من الموسمين السابقين، وبالتالي الحدث اليوم يخلينا كلنا نلتف حول مصر التي تحتضن هذا الحدث. الاعلام بقى الاماراتي تناول الحدث ده ازاي؟ اقول لحضرتك، اليوم انا كان عندي فعاليه الصبح كده عن ماذا قالت الصحافه الاماراتيه عن الحدث. اليوم الصحافه الاماراتيه كلها، العنوان الرئيسي والصفحات الموسعه تم تخصيصها للحدث، وهم طبعا بيطلقهم على دايما على مباراه العين والوحده سواء في الدوري المحلي او في الكاس او كده، بيسموها كلاسيكو الامارات. فهم العنوان اليوم كلاسيكو الخليج العربي، اللي هو اسم الدوري واسم المسابقات في الامارات، كلاسيكو الخليج العربي يتوهج في القاهره. فده كان شيء مهم قوي ان الاحتفال ما بين اكبر فريقين الان في الامارات، هم يعني من اقوى الفرق الموجوده في الامارات الان، العين والوحده، والحدث يقام في القاهره. فده بيدي قيمه اكبر للحدث، بيعطي قيمه اكبر للمباراه، بيعطي اهتمام اكبر للمباراه، وده يمكن انا كمان لاحظته من الاعلام المصري المهتم اهتمام كبير قوي. صحيح. بالحدث. صحيح. بالحدث. وبالامس كان في فعاليه جميله قوي عجبتني، تكريم زملائنا الصحفيين والاعلاميين. أكيد أكيد طبعا. اللي اشتغلوا في الامارات الفتره السابقه وعادوا الى الوطن الام، دي يعني بادره جيده جدا واسعدتني انا شخصيا، لان معنى تكريم الاعلاميين اهتمامهم بالعمل الاعلامي وتقديرهم لقيمه الصحفي اللي تعب واللي قدم المعلومه واللي اظهر الحدث. ف
فده بيعطي دلاله كبيره جدا. وتكريم الاخوه والزملاء الصحفيين اللي تم تكريمهم امس هم قامات الاعلام والصحافه الان الرياضيه في مصر. والله اسعدتنا كلنا يا استاذ عماد والله. نعم اسعدتنا كلنا اللفته دي والله لفته طيبه. يعني انا حاسس ان ده كان تكريم الاعلام الرياضي مصر كله بصراحه. يعني القامات اللي كانت موجوده فعلا تم تكريمها ناس كلها محترمه. انا شايف ان ده كان يعني انا كنت شايف ان ده تكريم او افضل تكريم للاعلام الرياضي المصري فعلا ممثل فيه الاخوه الزملاء الكبار اللي هم تم تكريمهم بالامس. يعني لفته رائعه جدا ولفته محموده جدا جدا من الاشقاء في الامارات. صحيح ده صحيح. وده يعني من ضمن النجاحات اللي تمت حول المباراه. اكيد شكرا ليك استاذ عماد النمر الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه. بشكرك جدا على وجودك معنا في كلام في الميديا. طبعا بنتمنى كل التوفيق.